اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، هذه اللي راكم تشوفوا فيها فايته جامعه راهي مع الوكري تاعها. هاوليك الوكري تاعها سوموه، شحال سومك في الوكري؟ 27 مليون. وهذيك هي سومته ولا لا؟ مازال. شحال سومته هكا؟ 35 البيع. تبيعه وحده؟ بيعه. وهي شحال تبيعها؟ ب 35. 35 هو سعر البيع نتاعها هذه. اسمح لي، عطاو له شحال؟ 52 مليون. 52 مليون. مين جيتونا؟ واش من منطقه؟ واد الابطال، معسكر. الله يبارك، هذو جاونا من ولايه معسكر. تحياتنا للناس معسكر من الشرق الى الغرب. قل لي شحال راك ناوي تبيعها هذه؟ قل لي بالنسبه للقرار الجديد راح يدخلوا اللحم، واش رايك فيه؟ الحب تاع بلا خير يا محمد. واش حكايه البقره هذه؟ شريها مرقد. اي اخر شي ماشي مرقده راه يبيع فيها اللحم. هذه هي المشكله. صح انتوما ما قلبتوهاش؟ ها قلبها طبيب وقال لها قاعده خلي يداهم وما كذب والو. حموا. وهذه شحال سموك فيها؟ 27. 27 مليون. والبيع شحال؟ مليون. واه. والبيع تاعها شحال؟ انا نقول 30. القرار اللي دخل قالوا انه اللحم راح يدخل، اللحوم الحمراء. إذا مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تيفي. تاريخ اليوم هو 5 أكتوبر 2023. كما راكم تشوفوا الآن وعلى المباشر، أنا متواجدين بسوق غليزان للأبقار. تغطية سريعة وخفيفة لمعرفة أسعار الأبقار واللحوم هنا من سوق غليزان. هذا السوق اللي يفتح كل يوم خميس، يقع هذا السوق تحديدا في منطقة برمادية. هذا المكان القريب من وسط المدينة حوالي 3 كيلومتر. أما بالنسبة للجديد هو أنه لا تزال شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء تشكل صداعا للحكومة على خلفية عدم استقرار السوق كل مرة، حيث سجلت أسواق اللحوم مستويات قياسية ما أنهك جيب المواطن. ولحل المشكلة لجأت الدولة لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء غلق دام أكثر من عامين. هل استيراد اللحوم سيضبط السوق ويحافظ على استقرار الأسعار ويحمي جيب المواطن؟ كيف ستكون ردة فعل المنتجين المحليين للحوم والموالين؟ فاصل ونواصل، ابقوا معنا. ما تنسوش برك تبارطاجيو لي الفيديو على 58 ولاية. إذا مشاهدينا، التغطية تاعنا راهي بدات هنا من سوق غليزان. عندنا أول عرض للبيع، هذه اللي راكم تشوفوا فيها جامعة عندها وكريفة الله يبارك. والسيد هنا يا راه مسومينو، شحال راه مسومينك أخي هنا؟ شحال مسومينك؟ 38. راه مسومينو 38 مليون. هاي لك الوكري فتح الله يبارك. اسمح لي نجوز منها، معليش اسمح لي تشوف. الله يبارك، هاي لك الوكري فتح. قل لي بالنسبة لسعر البيع، شحال راك تقول هنا؟ شحال راك محدد السعر؟ أنا 40. 40 مليون. واه. سعر البيع راه يقول 40 مليون. والسن تاع هذه شحال؟ هذه الحمراء فني جامعة. ثاني جمعة. واه. وهذه شحال طاوك فيها؟ 41 مرقدة بتولد هذه. شحال مازال وتولد هذه؟ مازال 20 يوم. 20 يوم وتولد، والبيع تاعها هذه شحال راه يقول؟ 45. 45 هو سعر البيع، راهي مرقدة هذه، راهي قريب تولد. نذكر المشاهدين ونذكر المتابعين انه الان رانا في سوق غليزان. هذا السوق اللي يفتح كل يوم خميس، يتموقع هذا السوق في منطقه برمديه. اللي حاب يجي للسوق هذا يقدر يجي لهنايا، السوق محمي ومؤمن. مام السلعه هنا كاين الله يبارك. مش هذا الحي ولا ها؟ هذا الحي اشتهي. اشتهي. قل لي حبيت نسقسيك، معليش، سمعت بالقرار، قرار استيراد اللحوم الجديد، سمعت به؟ كيف قلت لي؟ راح يدخلوا اللحم، اللحوم البيضاء والحمراء. سمعت بالقرار هذا؟ سمعنا بها بصح ما شفنا والو. معليش صح. واش رايك في القرار هذايا؟ ياه
وش رايك في القرار هذا؟ واش رايه الله يعلم، ما نعرفه والو، ما حسيناش الحيه اللي دارها ربي ذيك هي. معليش، وانت القرار هذا يا سمعت به؟ سمعت به. وش رايك في القرار هذا اللي راه يقول انه سيتم استيراد اللحوم البيضاء والحمراء للجزائر، راح يدخل اللحم، وش رايك؟ احنا القرار هذا اللي داروه هو اللي حبس لنا السوق من البارح ما كاش. البارح ما كاش. وكيفاش راح ياثر القرار عليكم هذا انتوما؟ القرار هنا الماكله اللي كنت رخص، القرار ما يهمناش. الماكله ديال 800 وتبرا ديال 100 عاد. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه اخويا العزيز. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، هذه اللي راكم تشوفوا فيها فيتا جامعه، راهي مع الوكري تاعها. هاوليك الوكري تاعها سوموه، شحال سومك في الوكري؟ 27. 27 مليون، وهذيك هي سومته ولا لا؟ مازال. شحال سومته هكا؟ 35. 35 البيع. تبيعه وحده؟ بيعه. وهي شحال، هي شحال تبيعها؟ ب 35. 35 هو سعر البيع نتاعها، هذه فوق الجامعه. قل لي، سمعت بالقرار اللي يقول انه راح يدخلوا اللحم للجزائر؟ قالوا سمعنا اخويا. وش رايك في القرار هذا؟ قرار اخويا، شوف الدوله تعرف، احنا ما نعرفش نعرف. لا لا، انت انت كيفاش تشوف؟ انت ما دامك في الميدان هكا، راك تبيع تخدم في البقري وتخدم في المجال هذا تاع اللحوم هذايا، كيفاش راك تشوف فيه انت؟ كما انا نعرف بصح هذو كاين اطباء، كاين حكماء، كاين انجينير يعرفوا الصوالح هذو، احنا ما تعرف وما تعرف. هذه الدوله تحكم، ما تحكمش انت، فاهم كيف؟ احنا وهذه احنا هذه خبزتنا، احنا هذه خبزه من البقر، بصح هذوك الدوله تعرف، ما تعرفش تعرف انت حاجه من فوق، كما حاجه من فوق ما تعرفش تجي قدامهم. معليش، شكرا على المشاركه اخونا. نقدروا نصوروا البقره هذيك؟ معليش معليش، التغطية تاعنا راهي مستمرة في سوق غليزان، هذا السوق اللي تزوروا قناة دنيا تيفي لأول مرة. عرض آخر للبيع، هذه البقرة اللي راكم تشوفوا فيها جامعة عندها وكريفة هاي ليك. والسيد هنا راه مساومين، وشحال سومك هنا؟ 45. 45 في زوج؟ في زوج بنتها. في زوج سومه 45. بالنسبة للبيع شحال راك تقول هنا؟ البيع شحال؟ مازال البيع مازال. البقر متربعين في الاسواق غليزان. نسقسيوك روحك، حاب تهدر على بالي، نسقسيوك معليش. اهدر على الله يبارك. راح نسقسيك على القرار اللي دخل، قالوا انه اللحم راح يدخل، اللحوم الحمراء. ما دخلناش فيه. لا الرجل يهدر فيك، اش تبي يدير لك؟ قل لي خويا، بالنسبه لسعر البيع شحال راك تقول هنايا؟ مازال. شحال هكا بالتقريب؟ مازال. سعر البيع مازال مفتوح هنا من سوق غليزان. ما تنساوش برك تبارطاجيونا الفيديو على 58 ولايه. شكرا على المشاركه. اذا مشاهدينا، عرض اخر للبيع، هذه اللي راكم تشوفوا فيها، اسمح لي، هذه اللي راكم تشوفوا فيها وكريفه هاي ليك. أنا جاي ليكم. هذه وكريفة، شحال مسومينك فيها هذه؟ 52. شحال؟ 52 معطيه. عطاو له، اسمح لي، عطاو له شحال؟ 52 مليون. 52 مليون، مين جيتونا؟ واش من المنطقة؟ واد الأبطال، معسكر. الله يبارك، هذو جونا من ولاية معسكر، تحياتنا الناس معسكر من الشرق إلى الغرب. قل لي شحال راك ناوي تبيعها هذه؟ هاني ناوي 55 أكثر. 55 وحدها برك. هي ولدها. هي ولدها. هي ولدها ماشي واحد. سعر البيع راه يقول 55 مليون، راهي مع ولدها، عنده وكريف هاوليك. والوكريف شحال في عمره؟ وكريف برك. شحال في عمره من شهر شحال؟ ها مازال ما لحقش العام، راه سبع شهور بلا. الله يبارك، عنده سبعة أشهر. اسمح لي. مليح. عنده سبعة أشهر. قل لي نسقسيك. نسقسيك معليش، واش رايك في القرار اللي دارته الدوله، راح تدخل اللحم، استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء راح يدخل الجزائر، واش رايك؟ خونا شبيتني نقول انا، اللحم اللي جابوها الناس قاع تاكلوا الناس، انا ماذا بينا احنا يدخلوا اللحم وماذا بينا. حاجه مليحه. مليحه وماشي مليحه. الليل ياكل مسكين ياكل. شكرا على المشاركه. ذكر المشاهدين ونذكر المتابعين ان وزاره الفلاحه راح تدخل اللحم، سواء اللحوم الحمراء ولا البيضاء، الهدف منه هو اعاده ضبط السوق والحفاظ على القدره الشرائيه
المواطن. الجولة راهي مستمرة هنا، رانا في سوق غليزان للأبقار. راح نخلي الكاميرا تتجول هكا باش تدوا نظرة على هذا السوق اللي يفتح كل يوم خميس. إذا متابعينا، عرض آخر للبيع، هذه اللي راكم تشوفوا فيها جامعة عندها وكريف غير ما ولدت، ما عندهاش بزاف من اللي دورنا تشلو كريف نشوفوه. معليش دوروا وليدها، هاوليك حديث الولادة. وقتاش ولدت هذه؟ عندها شهر. شهر؟ شهر من اللي ولدت. عندها شهر من اللي ولدت، هاوليك ولدها. شهر مسومينك هنا؟ 28 ونص. 28 ونص، شحال تحلب هذه من ريتلا؟ 3 لتر 4 لتر. تحلب 3 إلى 4 لترات من الحليب، والبيع راه يقول السعر تاع البيع شحال؟ عند 45. 45 هو سعر البيع. آخر كلمة؟ 45. آخر كلمة؟ 45 42. 45 42 مليون هو آخر سعر اللي راه محدو تاع البيع لهذه البقرة. عندها هذا العجل، عنده شهر من اللي زاد. شبي الله يبارك ما شاء الله. إذا مشاهدينا راح نشوفوا القصة، قصة هذه البقرة مع هذا البائعين. خويا السلام عليكم، قل لي خويا العزيز واش قلت لي على البقرة هذه واش بها؟ هدر معها مجادة. شريها مرقد. معليش دقيقة برك، وش حكايتها البقرة هذه؟ شريها مرقد. أيوا خرج ماشي مرقدة، راه يبيع فيها اللحم. هذه هي المشكلة. صح أنتوما ما قلبتوهاش؟ ها قلبها قلبها طبيب وقال لها قاعدة خلي يديها وما كذب والو. والله كيما يقول. أنتوما ما تعرفوش، ما عندكمش طرق باش تعرفوا البقرة إلا راهي مرقد ولا لا؟ لا ما عرفناش. ما عرفتوش؟ ما عرفناش. وشحال سموكم فيها؟ 19 مليون. اسمح لي معليش، ساوموهم 19 مليون، شراوها عن بالهم مرقد، فينالمون ما كانتش مرقد، ما كانتش حامل، ماشي جيستونت باللغه الفرنسيه، راه يبيع فيها الحم، والسيد راه ناوي يبيعها شحال؟ سوماك ناوي؟ ناوي 23. 23 سعر البيع راه يقول، اسمح لي تدور لها راسها نشوفوها ملاح، دور لها، سعر البيع راه يقول 23، هاي لك. صور صور. كي راك لاباس؟ صح لاباس؟ لاباس لاباس صح الحمد لله. قل لي نسقسي كيفاش راه السوق اليوم تاع الابقار تاعكم هنا تاع غليزان؟ راه شويه رخيص، الرحمه راه كاين. مين جيتنا انت؟ منين؟ من جهه معسكر. الله يبارك، جانا من ولايه معسكر. السوق والو، السوق عيان اليوم. اذا متابعينا انا جاي عرض اخر للبيع. هاد البقرة اللي راكم تشوفوا فيها السن تاعها شحال هذه السن؟ جمعة، جمعة جديد. مرقد. لا الحمة. الحم. الحم واه. وهذه شحال سموك فيها؟ 27. 27 مليون، والبيع شحال؟ مليون. واه. والبيع تاعها شحال؟ أنا نقول 30. ها. 30 على ربي. 30 على ربي. والماكلة غالية، نخالة دارت 420، وين عارف وين يعطي راسه؟ الكرشة ولا للبقرة؟ هاو كيفاه؟ هو ولد عمي يقول لهم ديروا معانا، ديروا معانا. مين جيتنا انت؟ منين؟ انا من بالعباس. الله يبارك، تحياتنا للناس بالعباس. نذكر ربي ريا موراها، خاصنا ريا ويا ربي يحفظ البلاد ان شاء الله. قل لي بالنسبه للقرار الجديد راح يدخلوا اللحم، واش رايك فيه؟ الحم تاع بلادنا خير يا محمد. كيفاش كيفاش؟ الحم تاع بلادنا خير. الحم تاع بلادنا خير. صح، والقرار هذا راح ياثر عليكم ولا لا انتوما؟ ايه القرار هذا كي يدخل للحم، اسكو انتم تتاثروا ولا لا؟ هاودي احنا تعبونا بالماكله وبالعلف وخاطر احنا فرسانا. هاو يهدر تاشي يهدر. شكرا على المشاركه. نذكر المشاهدين نذكر المتابعين انه قناه دنيا تيفي الاسبوع اللي فات كانت في ولايه سيدي، كانت في ولايه سيدي بلعباس، واليوم رانا في ولايه غليزان، هذا السوق اللي يفتح كل يوم خميس. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه.
إذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنا يا بسوق غليزان للأبقار. أنا بقيكم على خير، نتلقاو إن شاء الله في فرصة أخرى في فيديو جديد. سلام، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو على 58 ولاية.